بعد هذا الحجر الصحي يلا خرجنا وليداتنا باش يتصولا جو شوية، والحمد لله الجو زوين والناس هنا الناس اللي عمرها دار صراحة يعني كل شيء محترم. Je suis sorti prendre l'air avec la famille après le Covid, après de longs mois enfermé à la maison. Donc on vient prendre un peu d'air frais, profiter de la nature. كنتواجدوا في هاد في المنطقة ديال المحمدية، أنا من الطالبيه كنجي كنخرج وليداتي في هاد البيريود هذا ديال الويكاند ديال السبت والحد، كنلقاو الحالة عادية، كان علينا واحد ستريس بزاف، كنلقاو واحد ستريس بزاف، ودابا من تطلق هاد الحجر الصحي وهذا لقينا هاد غاب هاد عشان نقول لك هاد المكان العمومي هذا كنلقاو كنخرجوا وليداتنا كنلقاو فيه راحتنا. جيت خرجت المحمديه، المحمديه مدينه زوينه، المدينه ديالي، وجيت نشوف الخوت ديالي ونشوف الوالدين. جينا في ظروف اللي هي جيده، ركبنا في التران، كانت المراقبه جيده، كان يعني اي حاجه زوينه. هذا البارك هو المتنفس الوحيد المحمدي صراحه اللي كنجيو ليه، ولا لا كورنيش هو بنادم الخدمه وهذا راه كنقط شويه بالدار كما قالت الاخت ديالي، كنجي وكنجيو وليداتنا ووالدينا وكنجيو نفوج شويه على راسنا. خرجنا حنا جينا هنا نديرو شي دويره، هنا عندنا الاجواء في المدينه ديالنا سخون شويه، وجينا هنا لقينا الجو بارد شويه، جينا ندورو كنخرجوا هنا لهاد البارك كنلقاو فيه راحتنا هنايا، الجو بارد شويه هنا.